أهلا وسهلا فيك مصطفى سلامة. يعني أنت فعلا خلصت العالم، يعطيك العافية. بس مصطفى صراحة اليوم أنا حابة هيك شوي نحكي أكتر عن هي رياضة الهايك اللي أنت وصلت فيها القمم وتحديت فيها العالم. بس فعليا ما حدا بيعرف يعني قد إيه الصعوبات اللي واجهتك طبيا، معنويا، حتى بتخيل فكريا لحد ما توصل للحلم اللي أنت كان بدك توصله. فاحكي لي شوي هيك عن هاي الصعوبات الطبية. هلا شوفي، أي جبل بتطلعين أو أي إكستريم سبورت عم تعمليها هي بتتقسم إنه 60% عقلياً، 20% هي بتكون الـ 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 اللي هي الفتنس، اللياقة البدنية، يعني بتكون مجهز منتلي منتلي 60% هيا. هل عندك 20% بدك تكوني مجهزة فتنس اللي هي اللياقة البدنية؟ يعني عادة أنا مثلاً 48 سنة مفروض ضربات قلبي تكون من 74 لمثلا 80، لا بدي انزلها لتحت ال 50. أوكي. هذا بده تدريب قوي مشان تقدر تنزل لتحت ال 50. هلا بيجي 60% حكينا عقليا، 20% فتنس، 10% اللي هي التكنيكاليتي، الاشياء، شو بدك تشتري، شو الجير، شو بالضبط، واي شركه تروح معاها، هذا كله أو مهم. الاواعي طبعا. بعدين 10% اللي هو الوقت اللي انت بتقدر تاخذ، بدك تروح شهرين على القطب الجنوبي، بدك شهرين اوف من وين، وبدك اللي هي الفاينانس، مين يقدر يعمل لك سبونسر يدفع لك عشان تقدر تطلع. طيب مصطفى، انا وياك كنا قاعدين عم نحكي انه كيف انت ماخذ شهادات طبيه عشان تقدر يعني تواجه اي صعوبه طبيه او عائق رح تتحداه. فاحكي لي شوي عن هاي الشهاده، شو كان محتواها، وين اخذتها، كيف فادتك، وكيف في يعني مواقف صارت معك وانت قدرت تتخطاها. الخبره بتاخذ دورها، لانه انت على الجبل بيصير معك شغلات تعرف شو بتتعامل. اول مره يمكن ما تتعاملها مزبوط، بعدين ثاني مره. الشهادات يعني اللي هي الهاي التيتيو ميديسن اللي انا اخذتها، رحت على نورثهامبتون لندن وتعلمت الهاي التيتيو سيسس، اخذت الكورس كلياته مشان اعرف بالضبط ايش اعمل اذا بيصير معي اي شيء على فوق ارتفاع 5000 متر. أوكي. برضو كيف اتعامل اذا صار معي كسر، صار معي شيء، برضو كيف اتعامل معه، اللي هو الفيس ريسبوند بنسميه، او اللي هي الفيرست ايد سيرتيفيكت للمونتينيرين والفيرست ايد ريسبوند، ايش بيصير معي، كيف حالي، بضرب ابره، هاي كل هالشغلات يعني 100% عرفتها، بعرف بالضبط ايش بدي اخذ معي، لانه هلا انا مش بس بطلع لحالي، هلا انا عم باخذ جروبات تطلع معي على الرحلات علشان هذا. فالسيفتي هي نمبر 1 عندي. هلا عم نلاحظ كثير ناس عم بتطلع من البلد، بتروح بتطلعهم على افريقيا، بيطلعوا كلمنجارو، بيطلع ايفرست بيس كامب، بس هاي المتطلبات مش موجوده مش عندهم. موجوده طبيا، هو مش جاهز. موجوده خلاص. طلع على كلمنجارو مره، باخذ لها فريق 20 واحد بلمهم بيطلع على كلمنجارو. اوكي. لانه التامين ما راح يامنك إذا أنت الجايد اللي معك مش سيرتيفاي. فلما حدا بياخذك فوق بيصير إشي، لأنه الأفريكان اللي بيكون معك والنيباليني وكذا هدول أنت معطيهم مصاري وقاعدين بيعملوا شغلهم ويطلعوك لفوق وينزلوك، بس أنت لازم يكون عندك ريسبونسبيلتي مدام ماخذ ناس معك. أوكي. تكون عارف بالضبط كل إشي عن ميديسن، ماخذ معك أكسجين، قديش أنا بكون على الجبل، ناس مش ماخذه لا معها اكسجين ولا معها ابر ولا معها كذا. أوكي. طب بيصير اي ايمرجنسي، هذا ايش بدي اسوي؟ طب مصطفى، بيصير هيك شوي تحكي لي عن هلا كيف كنت قاعده عم تحكي لنا انه في صعوبات انت يعني تحديتها وتخطيتها، مثل مثلا عم نحكي عن خط الموت، لما كنت قاعده عم تحكي لي قد ايه نسبه الاكسجين بتصير، شو الطريقه اللي كنت تتعامل فيها مع جسمك، فحب شوي هيك تحكي لنا اكثر عن هذا التحدي وكيف كنت متدرب له مزبوط قبل ما تطلع. اوكي. هلا احنا بنعرف انه الاشياء الاثنين بالهاي التيتيود سيكنس بنسميها، الهاي التيتيود سيكنس في عندك شيء اسمه سيربل اديما، وفي شيء اسمه بولم اديما، اللي هو بولم اديما لما منسوب المي بيطلع على الرئه، او السيربل اديما بيطلع على المخ. هذا ايش بيصير، انت بتقدر تلاحظ لما قدامك حدا عنده سيربل اديما، هاي العينه بتقلب وبعرفش وين هو، بيصير زي كأنه بانانويد ومش عارف وين، وما بيمشي على خط مستقيم. لما تكون بولر قديمة بتحسها بصوته، لما بيحكي في غرغرة بحكي. أوكي. خلاص بتعرف انه في اشي غلط، بس ما بدك توصل لهي المرحلة، لانه وصيل المرحلة هاي راح يضرب معك اشي. أوكي. يعني بدك تكون قبل ما هاي ايش، كيف بنعرف، بدك اللي هو الاشي اللي بنسميه البرمنس احنا،
لانه لما يكون مايلد يكون معك صداع بعدين ايش ما بدنا نوصل لهي المرحله. يعني خطوات قبل ما توصل هاي قبل ما توصل بتكون انت قاضي عليها او منزل هذا او بكون نازل بكون عارف هاي الشغله. هلا بالنسبه ل لما تطلع انت على 26000 قدم ما في اكسجين. يعني الاكسجين من مره الاشي الوحيد اللي انت بتكون معتمد عليه 100% على الفنتيليتر اللي هو اللي بيعطي الاكسجين هلا زي كيف واحد بالعنايه المركزه عنده بالكوما بيكون هو متمدد تدخل عليه الناس ما بيقدر ما في ريسبوند اوكي لانه البرين تبعه الكورتكس ذير از نو ريسبوند ات اول فجأة ما بقدر يعمل ريسبوند. نفس الإشي بس بالعكس لما بتطلع فوق 8000 متر. هلا أنا بكون عارف إيش عم بيصير قدامي بس أنا ما بتذكر. يعني هلا قولي لي بإيفرست لما طلعت فوق 8000 من هدول ال 12 ساعة ما بتذكر شيء. ما بتتذكر. ما بتذكر إلا ال 300 الجثث اللي شفتها اللي ماشي جثة هون جثة هون جثة هون جثة هون. في 300 جثة على إيفرست. بس هذا اللي تقدر تتذكره. فهذا الإشي هلا أنا بإيفرست رحت 3 مرات. أول مرة بال 2005 وصار معي نزيف بالمعدة. أوكي. من قرحة. من قرحة أخذ دواء ما كنت منتبه عليه اللي هو انفلمنتري. انسيت أنت كنت حكي لي نانسترويدل. زي مضاد للالتهابات والآلام. أيوة. وما كنت تعرف إنه عندك. ما كنت قرحة. عارف صار معي هذا هلا أنا واصل على 23000 يعني ما كان ضايل لي شيء. هلا أنا لو كنت ستبن وإيجو والله لازم ما لازم كان قتلت حالي. لا رجعت وقلت إيفرست راح أضل هناك. هلا رجعت بال 2007 وكنت 100% حاضر 100% كل إشي عملت تدريبات رحت بكل مكان برضو وصلت على المخيم الرئيسي وصار معي تشيس انفكشن اللي هو كان معي انفلونزا حاولت تطلع انفلونزا ما قدرت ونزلت وطلعت بالأخير حسيت ضلعي ديسلوكيتد قلت هاي السنة مو إلي نزلت مرة تانية بال 2008 يمكن ما كنت زي فت لياقة بدنية زي 2005 ولا 7 بس الحمد لله ما مرضت من مرة. أوكي. وطلعت على القمة أخذتني 72 يوم ووقفت عليها بعيد الاستقلال. بعيد الاستقلال. أوكي. طب مصطفى آخر سؤال بدي أسألك يا هلأ بما أنه صراحة يعني أنت حتى كمان ما شاء الله طبيا جاهز إيش كان في مخاطر أو يعني حالة طارئة صارت معك إمرجنسي كيس وكيف الفيرست إيد ساعدتك؟ هلأ صارت معي أنا ولا مثلا مع الناس اللي أنا يعني طلعتهم. أي شيء إنه يعني مثلا كنا بكلمنجارو كنا برحلة تبعت مركز حسين للسرطان. أوكي. رحنا على كلمنجارو واحد من الشباب بالصمت دي لما كنا طالعين صار معه اللي هي بولنر إديما. أوكي. اللي هي كان هو الرئة. كل إشي تمام ماشي حاله بس أنا لقط إنه في إشي غلط مش مزبوطة. أوكي. يعني بحكي معه بقول له أوكي مش عم بتطلع عيوني. حاسه بارانويد عرفت انه في اشي معه. على السريع طلعت الشنطه اي جوت هيم ا شوت بارموكس وبعدين نزلناه على السريع. أوكي. واحد تاني دكتور كان معنا وتعب ومرض وصار شوي مش عارف وين هو وكذا على السريع حطيت له اكسجين على ارتفاع بس 5200 ونزلناه على السريع. أوكي. هلا بالنسبه انا عندي صار فروست بايت اللي هو تجمدت تجمد الأصابع بالأصبعين هذا وأنا بإيفرست اتجمد. هلأ إذا إيش عدت أعمل صرت أضرب إجري بال 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 بالتلج أضرب بس علشان ال 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 اللي هو النيلز إيش بنسميه الأطفر يطلع عرفتي. أوكي. علشان يصير دم يطيح مدام صار يطيح دم فرح يدف شوي دف شوي فهدول الاثنين ضل فروست بايت. فهلأ الأطفرين يعني ديد يعني من 2008 بس بدك تعرف إيش سوي لو ما سويت هاي يمكن الفروست بايت كبرت كان بتخسر أصلاً كان خسرت أصبعك. نعم. أنا بشكرك كتير مصطفى يعني أنت عن جد فخر لإلنا ويعني ما شاء الله طبيا قوي معنويا جدا يعني انت حتى مثال انه لباقي الناس انه كيف عن جد تآمن بحالها لحتى توصل للي بدها اياه. ويعني انا وياك كنا قاعدين عم نحكي تحت الهواء كنت قاعده عم تحكي لي بدك توصل على الفضاء ان شاء الله 2021 ان شاء الله لسه هاي. لا شكرا لكم ولبرنامجكم كثير رائع وللتلفزيون الاردني هلا اللي هو فخر لكل الاردنيين وكل اللي بيعملوه ان شاء الله بنضلنا 100% سبورت واحنا بنستناك بالفضاء مصطفى ان شاء الله ثانك يو ثانك يو لك الله يسعدك ثانك يو